يزال حقل ظهر يفيض بالخير على مصر يوما بعد يوم. فبعدما لفت الحقل الشهير أنظار العالم، تعمل شركة إين الإيطالية حاليا على عملية ربط البئرين 11 و12 بحقل ظهر بمنطقة امتياز شروق على الإنتاج في بداية أغسطس المقبل، بهدف زيادة كمية الغاز المنتجة من الحقل. كما تم الانتهاء من حفر البئرين، ويجرى حاليا العمل على استكمال الاختبارات النهائية استعدادا لعمليات الربط. مؤشر قوي على زيادة حجم الانتاج، ومساهم في زيادة معدلات الانتاج وسرعته والكميات بطبيعة الحال، وهذا يؤدي إلى زيادة العوائد الاقتصادية التي يحققها هذا الحقل. لا شك أن مصر سوف تجني المزيد والمزيد من المكاسب خلال الفترة المقبلة. وتقدر عدد الشركات العاملة في مشروع ظهر ب 150 شركة محلية وعالمية، حيث يعد أكبر حقل للغاز في مصر تم اكتشافه في البحر الأبيض المتوسط في عام 2015. وتسعى الدولة المصرية للوصول بإنتاج بنهاية العام الجاري إلى 3 مليارات قدم مكعب من الغاز يومياً. حفزت شركة إيني والشركاء الأجانب على ضخ استثمارات كبيرة، كما أعلنت إيني أنها ضخت 12 مليار دولار حتى الآن في حقل ظهر للاستفادة من الإمكانيات الواعدة في الحقل الذي تزيد احتياطاته على 30 تريليون قدم مكعب. ويعد حقل ظهر لإنتاج الغاز بالبحر المتوسط واحدا من أهم الاكتشافات الغازية التي تحققت خلال الفترة الأخيرة، وساهم حقل ظهر في إيقاف استيراد الغاز المسالي من الخارج، ما وفر على الدولة المصرية ما يقرب من 1.5 مليار دولار بشكل سنوي. تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة يسير بخطوات متسارعة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي حول البلاد من دولة مستوردة للغاز المسال إلى دولة تمتلك فائضا كبيرا من الغاز الطبيعي وقادرة على الوفاء بالتزاماتها التصديرية. للنشرة الاقتصادية محمد عبد الحكم، القاهرة.